السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير في حلقة جديدة من حلقات مساء الإمارات، وفي يوم أيضا جميل، يوم الخميس اللي يعبر عن نهاية أكيد الأسبوع، مش بس نهاية الأسبوع، أكيد نهاية أيضا الأجازة الطويلة اللي خدناها واستعداد لموسم جديد، موسم العودة للمدارس. مساء الخير عبد الله. مساء النور وسرور، مساء النور ضيوفنا طبعا مشاهدينا، نحن نرحب فيكم في هاليوم إن شاء الله ركن السعادة، نتكلم بحسب خبراء نفسيون وتربويون متواجدين معنا اليوم. العودة للمدارس حدث مهم جدا للأسرة، يجب مراعاته والتركيز على كيفية التعامل معه حتى يتحقق الغرض التربوي التعليمي اللي طبعا هو الهدف الرئيسي في المسيرة التعليمية. بحجب أصلا الأسرة تدرك مجموعة من الأمور تعاملها مع أولادها في بداية هذا الموسم، وما يخفى على الخبراء أن هناك العديد من الضغوط السنوية اللي نراها على الأسرة وتنعكس سلبا على الأطفال. لذلك نحن اليوم بنناقش هذا الموضوع قبل ما يبدأ أول يوم، يوم الأحد، وإن شاء الله الأهالي يستفيدون من هذا اللقاء بإذن الله ويأخذون في احتياطهم التركيز ومعاملة أطفالهم. نرحب بداية طبعا مع الدكتور محمد مصطفى، مستشار تعليم وتعلم وخبير تربوي، وأيضا معنا الأستاذة الدكتورة سارة النابلسي، وهي أخصائية صحة نفسية في مركز الطب النفساني ومركز العلاج. نرحب فيكم، أقول لكم مساكم خير إن شاء الله. مرحبا، thank you so much. طيب بنتكلم شوي عن العودة للمدارس، يعني وهذا الهم يمكن لكل أسرة. مثل ما شايفين أكيد رشا خايفة من يوم الأحد وخايفة من يوم الدار. بروح مدرسة يوم الأحد. هذا الهم اللي أكيد يعني أو العبء يمكن اللي على كل الآباء والأمهات. يمكن قبل لا نتكلم نروح لتقرير خلينا الاستطلاع نشوفه عقب. افضل خلينا ناخذ شويه على اساس انه بعدين طيب نبتدي طيب معاكم نشوف يعني هل العوده للمدارس فعلا يعني يفرض نفسه كل عام برايكم؟ يعني نبتدي بالدكتوره. الحقيقه بالنسبه لي الدراسه شغلي حب المعرفه لازم يكون كل السنه. انا بحب شجع الاهل انه يخلوا المعرفه وحب التعلم جزء من الحياه اليوميه تبع اسلوب حياه صحيح. So, مثلا مره بالجمعه يعملوا جيم نايت، يلعبوا جيمز وير انه بيسالوا بعض اسئله، ما يكون في خوف من المعرفه، ما يكون في خوف من الغلط. تقصدين حتى خلال فترات الاجازه لازم هذه المعرفه تكون متواصله؟ يعني ديفنتلي، لانه هلا اكيد في امرجنسي، يعني لما تساليني انه قبل المدرسه بقول لك هذا الامرجنسي بلان، انه شو بنعمل تحدي بشكل كبير. ايه بس بشكل عام اخر لحظه ما فينا نشجع الاولاد انه يحبوا العلم، يعني بده يكون عبء عليهم، حيفوتوا عندهم انكزايتي عاليه، عندهم خوف من المدارس. سو اذا بنكون يعني بنخلي هالشيء شكل عادي عندهم، هي لهم الجو متعودين عليه طول خلال فتره الصيف، ايضا فتره الاجازه، لانه يعني الدماغ تبعنا هيك بيشتغل، احنا بحاجه لهالشيء. فيرد السؤال مره ثانيه ونقوله ايضا للدكتور، هل العوده للمدارس يعني هو تحدي يفرض نفسه كل عام؟ المشكله ان احنا ما قادرين نسوي اللي الدكتوره قاعده تقوله. هذه المصيبه هي كبرتنا. يعني عبد الله احنا بنتكلم في تقريبا قضية متكررة، يعني أكيد طبعا كل سنة إحنا بنحاول إن إحنا نتكلم في العودة للمدارس. طب ليه العودة للمدارس فيها أزمة يعني؟ ليش؟ يعني إحنا في النهاية ما هو بنكرره على مدار 20 سنة تقريبا مدة تعلم أي شخص، وهو بيعمل نفس السيستم، وكل مرة نحن ننزعج، وكل مرة الأهالي تنزعج، وكل مرة نشوف نفس المشكلات وبتتكرر ونقول نفس الحلول. طب إيه القصة؟ القصة إنه إحنا ما عندناش تنظيم داخلي. دي هي الموضوع. الموضوع ان احنا للاسف الشديد مجرد ما بنقولها بالاماراتي بننفك من المدارس، خلاص اكس على كل شيء، واحنا في اجازه طويله. اجازه طويله دي ما بيجيلناش لحظه التفكير انها راح تنتهي ابدا، وان لابد ان احنا هنرجع تاني للمساله دي. فبالتالي ما فيش تنظيم لا عندي انا ولا قناعه بان انا راجع، فبالتالي لازم يبقى في حاجات انا يعني بفنش فيها السنه. بنظام عشان خاطر ابتدي كمان مرتاح وريلاكس. لا، هي الفكره كلها انه كمان ضغط الامتحانات اللي بيحصل مع المذاكره الطويله مع طول فتره المدرسه. النهارده احنا بنتكلم في 180 يوم شغل، يعني في كان زمان لا اكتر من كده. بس كان اقل من كده يعني، كان بس الوقت بعد كان قصير زمان، الحين كان قصير. دلوقتي 180، فهو عبء شديد جدا. يعني مجرد خلاص بيبقى ماراثون على الاهل، ماراثون على الطلاب في المدارس، ومجرد انه بيوصل لنهايه العام بيبقى محتاج انه خلاص يتنفس. خصوصيه الامارات ان احنا بنطلع بره كمان، بنروح
لسفرات ورحلات. ما طلعناش في مكان يا دكتور، قاعدين في لا لازم تطلع. يعني يمكن كل شيء موجود عندنا الحمد لله. يمكن نفس ما قلت دكتور، يعني يمكن احنا ننام طول الاجازه وني قبل المدارس بيوم يومين انتبهنا ان في مدارس بعد باكر او باكر. فايضا يمكن التحديات الماليه لها علاقه، يعني احنا طول الاجازه اكيد يعني معظم الاهالي في السفر، في الرحلات، في الطلعات، في الدخلات، في المطاعم. فاول ما تي المدارس على بدايه الشهر نحن عندنا مشاكل ماديه مع بدايه اول مدارس. فشو يعني بوجهه نظرك، هل فعلا التحديات الماليه تمثل عبء اخر على الاهالي حتى مع المقتدر؟ نعم حتى مع المقتدر. نعم انا اقول لحضرتك على حاجه، فكره انه الاعباء الماليه بتيجي دايما لما الاسره ما بتنظمش في كل الاحوال. سوء تنظيم طبعا. نعم. في النهايه انا عندي فترات وعندي حاجه اسمها مدخلات وعندي حاجه اسمها مخرجات ولازم الميزانيه تدار بشكل يعني احنا لا احنا مجرد ان احنا بنمشيها بالبركه معظم الاسر فبالتالي لما نمشي الحكايه بالبركه لازم هيحصل فيه ازمات اكيد. صحيح. ازمه المدرسه معروفه لانه كمان الاسر اللي مليانه اولاد، عندك 4 5 اولاد. صح. كلهم وفي مراحل تعليم مختلفه وكل واحد متطلباته. والنهارده كمان احنا مع الطفل المتطلب. نعم. احنا عندنا نوعيه من الاطفال اسمها الطفل المتطلب دلوقتي، النهارده ما بيرضاش باي حاجه. طيب يعني طيب. ولا حتى بينظم حاجاته اللي ممكن تنفعه. الدكتور يعني لفت النظر بانه هناك يعني مسموها كركبه تصير يمكن او في حاله من سوء تنظيم او فوضى الهلع. نعم هلع راحت من الكلمه. دكتوره هذه الحالات كيف نحن كاخصائيه نفسيه كيف نقدر ان احنا نقدر حتى لو جت نتعامل وياها ويعدي هذا الفتره يمكن اول اسبوع على خير؟ أهم علاج للهلع أو الأنكزايتي هو إكسبوجر، يعني دايماً نعرض الشخص للموقف اللي هو بخاف منه. نعم. طبعاً لما بينعمل هالشي بالبيت ما لازم يكون أجريسيف، يعني شوي شوي لازم يكون على راحة الطفل، بس ما نشجعه أنه يهرب من الشي. نعم. نقعد معه، المشاعر بتعمل بيك بتعمل بيك within minutes، يعني خلال دقائق، بس إذا منضلنا نص ساعة مع هيدا الخوف بيرجع بينزل هيدا الخوف. نعم. So كتير مهم أنه ما نشجع الولد أنه يهرب من الموقف اللي هو بخاف منه. نعم. من هون أنا اللي كنت عم أقوله أنه نحن لازم هالأشياء التعليمية تصير جزء من حياتنا اليومية. دكتورة سموحة منش ده هلع الطفل، احنا بالحين هلع الاهالي. انت عم تحكوا عن الاهل؟ لا الطفل اكيد نحن اخذناه، نحن بس نبغى ناخذه بعد الاهالي. الهلع الكبير فوق، فمساكين الاطفال يشوفون شو قاعد يصير في ابائنا وامهاتنا ويارينهم على الاسواق وتعال نبى نخلص وعقب في المدرسه وخايف اكثر من الولد. بلان احد، بلان احد، خلصوا الامور بسلاسه برواق، بالعكس تدخلوا على السنة الدراسية very cool، كل شيء مخلص من قبل بوقت. نعم. لأنه الأولاد لازم يكونوا ب calm atmosphere. صحيح. الستريس منه منيح، لما يكون في ستريس عندنا بجسمنا مخنا ما بيشتغل بطريقة الأفكتف. صح. من هون كمان حماية الأولاد من هالشي لأنه ما بيقدروا يركزوا وهن مضغوطين نفسيا. طبعا. So أنا كتير بفضل أنه يعني بكندا يكون التخطيط مسبق بشكل. بكندا بناخذ موعد من الحكيم قبل بست اشهر. على شو؟ على حير لحكيم. اي شيء فكرت حق المدرسه والله مصيبه. انه الواحد هيك في مواعيد يعني محضر حاله. طيب خلونا ناخذ تقرير مشاهدينا يمكن سريعا راح يسلط الضوء على هذه المساله وراجع لكم باذن الله. استقبال العام الدراسي الجديد من مدرسة الحكمة الخاصة، أكثر من 8000 طالب بانتظار هذا العام، تابعونا في هذا التقرير. استقبالنا كبير جدا للعام الدراسي في كافة المجالات وجميع الميادين، فمن النواحي التربوية والتعليمية ها نحن قدمنا خلال هذا الأسبوع دورات مطورة في مجالات شتى، أنا وزملائي في توجيه الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية وباقي الموضوعات. هذه الدورات شملت موضوعات كثيرة، فعلى سبيل المثال عندنا دورات تخصصية وعندنا دورات تربوية في الإبداع التربوي،
في أساليب التعليم الحديثة في موضوعات شتى وكثيرة. الاستعداد كانت جدا راقية، تم تجهيز حركة مواصلات جديدة تستوعب جميع الكثافة الطلابية التي سيتم إن شاء الله بإذن الله تغطيتها خلال بدء العام الدراسي الجديد. تم إعداد كادر إداري متميز لتغطية أيضا الاستعدادات الخاصة بالمعلمين. تم تجهيز ما يتوافق مع معايير وزارة التربية والتعليم من ناحية المواصفات الإدارية، المواصفات المهنية للصفوف، للمدارس، للأقسام. كل هذا تم الحمد لله عز وجل، والاستعداد فيه على أهبة الاستعداد. دورات أكاديمية للمعلمين وإعداد فصول وجميع سبل الراحة لاستقبال العام الجديد لكافة الطلاب في جميع مدارس الدولة. طبعا الأمر يعني مثل ما قاعدين نشوف نحن جدا جميل، استعداد للمدارس امر جدا هام. نعم. فهذا الاستعداد يمكن اي دكتور عنده خبره عن مجال اعداد المعلمين وايضا اعادتهم الى المدرسه هم نفسهم لانهم بحاجه للتهيئه ايضا. احسنت. الى اي مدى يخفض هذا الامر من استعداد المدارس والمدرسين العبء من على الاهالي في اول ايام دراسه؟ والله شوف، هو الكل يحتاج ان هو ينتقل من مرحله لمرحله، احنا كلنا جايين من اجازه، مدرسين راجعين من اجازه، الطلاب أولياء أمور. الشهر ده تقريبا هو شهر عمليات يسموه. تهيئة المعلمين كمان لو في مستجدات حصلت أثناء فترة التوقف دي لازم المعلم يكون عنده بيها خبر. تدريب التخصصي زي ما أشار التقرير ده مهم، إن احنا نعمل ريفرشمنت لكل مادة عن طريق فني أو البيج براذر اللي هيشتغل مع الجروب بتاعه في إنه يشتغل على المادة نفسها. نعم. إنه اللقاء نفسه والعصف اللي موجود ده مع المعلمين مع بعضهم ما بيتكررش كتير خلال السنة. طبعا. أنت متخيل مثلا فوق 14,000 معلم بيتجمعوا في نفس التوقيت أكروس الإمارات كلها. فالنهاردة التجمع ده بيعمل إيه؟ بيعمل عصف ذهني مع بعض، بيعمل تبادل خبرات، بيعمل فده تهيئة للمعلم قبل ما يدخل للعام الدراسي. وانا يمكن في نقطه هنا هتاخدني معاك يا عبد الله على فكره انه الدوله كلها بتحاول انها تخفف من عبء هذا الدخول، مع انه لانه طبعا الدوله والحكومه التحديديه رصده فكره انه عبء على الاهالي، عبء على الطلاب. فيمكن المجلس الوطني للسعاده وجوده الحياه اطلق مبادره من كم من يوم اللي هي مبادره سياسه التعليم. صحيح. ودي اصبح خلاص في بروتوكول موجود. نعم. سياسه التعليم ده موجود، معناه ايه؟ انه جميع موظفي الحكومه الاتحاديه النهارده راح يخفف عليهم الدوام اول يوم بحيث انهم يصاحبوا ابنائهم للمدارس. أكيد. وبالتالي مبادرة جميلة. جدا مبادره جميله جدا. النهارده في عندك اطفال روضه اول مره يدخلوا المدرسه، وفكره انه يفارق اهله او يروح لمجتمع حتى ولو مجتمع اطفال زيه في النهايه فهو غريب. يمكن الدكتوره تعرف القصه. صحيح. انه المبادرة الأول مرة دي أنك تروح مكان بعيد عن أهلك، والانفصال ده فيه أولاد متعلقين كتير بأهلهم. وجه لك الموضوع دكتور. نعم. من تلقائيا. نعم. خبرينا. نعم. على هاي النقطة جدا مهمة. نعم. المفارقة. نعم. نعم. المفارقة actually شغلة حقيقية عن جد. في أولاد بيصير عندهم كتير خوف من هالموضوع، ولازم كمان أجان يصير هالشي تدريجيا. نعم. So لازم نحكي مع الولد قبل بوقت، نفهمه انه رح يروح على المدرسة مثل اخواته، نكون في مدارس معينة بتسمح انه يروح الولد فترة صغيرة تدريجيا يروح الدوام كامل، او بتسمح للأهل يكونوا موجودين بالصف. هدول الأشياء ما نعطل إذا كانت possible، بس الانكزايتي تبع المدرسه كثير. جميل. طيب احنا شفنا يمكن المؤسسات التعليميه والمدارس كلها مستعده لهذا اليوم، ويمكن ايضا الاستراتيجيه الجديده يعني اللي حاطينها بان مسهلين على الاباء بانهم يصطحبون ابنائهم في اول يوم عام دراسي، لكن نحن نرجع نقول بان هناك دور ايضا على الاهالي في تهيئه نفسهم. أنا. وتهيئه اطفالهم على الدخول للمدارس والموسم الجديد، لا سيما اذا كان هناك ايضا اكثر مرحله عمريه في البيت الواحد. ف
فحد حضانة، حد ابتدائي، إعدادي، ثانوي، فكيف على الدور يعني على من يتقع هذه الأدوار، على الأم ولا على الأب أكثر شيء من وجهة نظرك؟ نصيب الأسد يعني؟ من وجهة نظري يعني حسب ظروف العائلات، يعني كل عائلة شيء، بس حلو يكون الاثنيناتهم متشاركين بهذا النظام لحتى ما يكون في أب هو الصعب وكل شيء مشاكل بيكون عليه. لازم يحضروا الأولاد بشكل مزبوط، إنه أهم شيء ريحون منيح قبل المدرسة، يعني يبلش النوم البكير وهول الأمور تقريبا قبل بجمعتين من المدرسة. كانت عندنا أزمة في الاستيقاظ مبكرا على الإجازات، كثير بتلعب دور لأنه الانكزايتي شغلة it's moderated بالدماغ، so النوم والأكل المضبوط والابتعاد عن السكريات يعني كثير بتلعب دور بهذا الموضوع. so ما فيك تاخذي الولد من أنه عم بينام الساعة 2 الصبح لتقولي له هلأ بدك تنام فجأة، لازم يكون الشيء بلاند وتدريج مرتب. أكيد طبعا الدكتورة تكلمت عن الموضوع بشكل نفسي عن الأطفال وعن الطريقة اللي بودي نبغي نعرف الواقع دكتور. يعني الأم والأب يعني كل واحد يلعب دور أكيد، ولكن من يعني اللي تشعر في مجتمعات الأم طبعا، الأم تشتغل طبعا الأم يعني وانت تهرب على طول، الله يعينها مسيف مثلا زوجتي دلوقتي يعني، وانت وين تكون لك يعني؟ انا عندكم انا جالس عندكم انا نايم من زمان انا مبلغ هروب. لا هي الفكره كلها انه طبعا الأم دايما لان هي اقرب للاولاد أكيد، فهي اللي عارفه التفاصيل الكتير. صحيح. احنا عندنا كمان مجتمع الاعمال هنا بياخد الاب بشكل كبير قوي، قد يكون حتى مكانه في الشغل بعيد، حتى بيجي فترات اسبوعيه او على اجازات الويك اند، او بيحصل الكلام ده كتير قوي معانا هنا. فالام دايما اكثر التصاقا باحتياجات الاولاد، فهنا الواقع بيقول الام اكيد. وانا دايما يعني اوصي هنا الام بقى، اقول لها من فضلك لو سمحتي اتعبي شويتين وحاولي تعودي اولادك على الضبط الذاتي. نعم. لانه ده المجهود الحقيقي النهارده، انت حتى انك في نفس الهيدك ده سنويا لو ما عملتيش ده هتحاولي انك انت كل مره تعملي انت دور البطل اللي بيسر كل الامور، ففي النهايه انت عندك طاقه يعني. صحيح. لا انا النهارده عندي مراحل تعليم مختلفه، 4-5 اولاد في مراحل تعليم مختلفه، انا بحاول اقدم سبورت ومعينات للي محتاج، اللي هو الولد اللي لسه بيقول لكن الاصغر، انما انا عندي اولاد بيمارسوا عمليه الذهاب للجو ده سنويا، وعندهم اصدقاء وعندهم امور وعنده اعتماديه واستقلاليه في الاداء، اذا انا لابد ان انا اخليه هو اللي يتحمل مسؤوليته من هنا في الدور. نعم. ده وده ما بيبقاش اسبوع لاسبوع الدخول، ده ما ينفعش. صحيح. صحيح. يعني احنا بالنهايه بنتكلم على عمليه متصله يعني. نعم. انا النهارده عندي سنه، السنه دي بلانها 1-2-3-4 لحد ما تيجي السنه وتلف تاخد دورتها الكامله، منها الدخول من المدرسه وعمليه الخروج من المدرسه. اكيد مهما كانت الحاله دكتور، ناخذ الحين بطيحكم بعض، ناخذ الحاله ماذا على الاب، ماذا على دكتور محمد ان يعمل حتى تستطيع ايضا الام اتورطت انا عبد الله بالقيام بمجهود مش بهالشكل بالمضاعف. فانتم يعني من وجهه نظر المراه وايضا من الاختصاصيه النفسيه، ماذا على الرجل ان كيف يهيئ نفسه وماذا عليه ان يقدم حتى يهيئ نفسه ماديا؟ الجيب خالي للعلم الرجل غير الدور ده لانه بيلعبوا ببراءه على فكره يعني الرجل لا يأبه فعليا اذا كانت المحفظه معبأه او غير معبأه، يصرف بدون اي بدون اي يعني تكاليف او حتى نظر اذا كان هذا الامر لابد ان يكفي المن، لكن فعلا هذا الامر نبغي له شرح كيف يهيئ نفسه وكيف يدعم هذه الأم حتى تستطيع بالنهوض بما بالشاكلة اللي تكلم عنها الدكتور وتفضل. يعني هذا موضوع أنا كتير بحبه وبفضل يعني بهتم لإله. اليوم دور الرجل بحياة المرأة كتير كتير مهم، لأنه هو بيقدر يخليها عن جد أنه تو دي ستريس، يعني من طريقة تعامله معه بيقدر يخليها تفكفك الضغوطات اللي هي مرقت فيها بالنهار، وهيدا الشيء بينعكس على تعاملها مع أولادها. يعني طبعاً كل الأشياء اللي نحن عنا إياها بدين أنه يحكيها كلام حلو ويكون منيح معه وهيك، بس كمان أنه يركز عليها يعني يحسسها بقيمتها. نعم صح. هاي الاشياء بتريحها نفسيا وبتخليها ترجع تتذكر ذاتها، لانه المراه عندها تندنسي سايكولوجيا انه بتركز على برا، بتركز على اولادها وهيك، بتضل عم تعمل هيك لحديد ما تفضى كومبليتلي لو باتري. طبعا لما بيجي هو باخر النهار بيركز عليها، انت كيف كان نهارك وشو عملتي وخبريني، وبيعطيها مجال وبيعمل اكتف لسنينج، مش يقعد يسوي عمره السيد
لا طبعا لا اكيد لا يدخل او يدخل من البيت يا ريت اساسا ما فيش السيد خالص اللي من دول خلاص هو اذا بده ينبسط بحياته بالعكس يعمل عكس السيد بشوف الحياه كيف بتصير. طب احنا اخذنا يعني استطلاع راي في الشارع لبعض الاهالي واللي قالوا رايهم يعني في العوده للمدارس. خلينا مشاهدينا نشوفها مع بعض وبعدين نرجع لكم. الروتين السنوي بتاع كل سنة هو التجهيز للمدارس طبعاً بيبقى قبلها بأسبوع أو أسبوعين، أو أحسن يكون أسبوعين عشان المراحل العمرية بتاعتهم بتكبر شوية، بيبقى لهم الأطفال بيبقى لهم الحرية في اختيار اليونيفورم مش زي زمان يعني، أو مش اليونيفورم الشوز الشنط مش زي الأول. احنا جايين نشتري أغراض المدرسة عشان نجهز حالنا بكير ونكون شاطرين بالمدرسة ونجهز حالنا لكل شيء. احنا جايين على المول عشان نشتري اغراض للمدرسه ونجهز حالنا قبل المدرسه. العوده للمدارس تحتاج منا تجهيزات وترتيبات على اساس ما نكون مرتبكين مع الاولاد على بدايه المدرسه، خاصه لما يكون في عندنا عدد كبير من الاولاد، فيبغى لها انه نيجي يعني قبل اسبوع ان شاء الله وقبل الازمه، فنختار كل ما يحتاجونه للمدارس ان شاء الله. نجهزهم ونعودهم كي يستقبلون عامهم الدراسي الجديد أو الجزء المتبقي من السنة إن شاء الله وهم مستعدين، ونحفزهم على أنه يدوم للأسواق، نأخذ لهم المستلزمات المدرسية عشان يكونوا جاهزين. نروح نوديهم المحلات يشترون الجناط يعني كل شيء القرطاسية بشكل عام، وبعدين نعودهم على الرقاد يعني النوم بدري، مثلاً ننظم اوقاتهم، نقول لهم خلاص ان شاء الله على الاسبوع الجاي بتكون في مدرسه ولازم انتم تكونوا متجهزين، ونشجعهم ونحببهم في شيء اسمه مدرسه، ما نقدر نقول اشياء سلبيه، ومثلا حتى لو سمعوها من مكان ثاني نحن نروح نقول لهم لا غلط، المدرسه والعلم سلاح لكم انتم. لازم نكون مستعدين نفسيا ونهيئ الطلاب يعني على اساس المرحله يعني اللي هم داخلينها يعني يكونوا مستعدين ويقدروا يحطوا فيها أكثر ويتفوقوا فيها أكثر، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع. أنا جاهزة للمدرسة وبكون متفوقة في المدرسة. صراحة الله يعينهم الأهالي يعني ما شاء الله عليهم، والتقرير أو الاستطلاع يعني بين لنا أنه ما شاء الله مستعدين يعني معظمهم مستعدين متهيئين، والستات هم المستعدين. كم راجل كم ست في التقرير يعني يعني يمكن كل يعني أم يمكن تحاول تلبي طلبات كل مرحلة عمرية. نعم. عندها هذا يبقى أحمر، هذا يبقى أخضر، هذا يبقى ما أدري شو، هذا يبقى بالذوق على حسب الكرتون اللي هو شايفه، يبقى يشتري شنطة، يبقى يشتري ما أدري شو. فشكرا كرتون المفضل لك عبد الله. وين ايامنا نحن ما في كرتون، ما كان في كرتون نسوي الكرتون. طيب خلينا يعني نشوف اكثر دور يعني يمكن المؤسسات التعليميه نفس ما انت قلت باليوم قبل ما يكون للمدارس، يعني دور اللي هو اليوم المفتوح يمكن تعرف بالاطفال لمدرسينهم. نعم. ايش كثر هذا الشيء ممكن يكسر ايضا حاجز يعني ايضا الرهبه والخوف من اول يوم مدرسه. والله دي خطوه مهمه للغايه، يعني تخيلي انت نفسيا الطفل يعني راسم صوره للمدرسه حسب رؤيته ايا كانت ايجابيه ولا سلبيه، في النهايه هو لازم يشوف حاجه ايجابيه جدا، فالمدرسين بيستعدوا استعداد كبير قوي لليوم ده. طبعا. ممكن بيداوموا فيهم، بعض المدارس اعرفها بتداوم من يوم قبلها في يوم الاجازه في الويك اند بيداوموا عشان يجهزوا المدارس. صحيح. يبتدوا يشتغلوا ويحطوا فيها الالوان المبهجه والشخصيات. صحيح. الكرتونيه، ويبتدوا كل معلمه تتفنن في الفعاليه اللي ممكن تقدمها للطلاب في اليوم ده. طبعا الهدايا والحلويات والامور دي، زائد كسر الرهبه زي ما حضرتك تفضلتي، بتاخد مليون شكل وشكل مع مشاركه بقى طبعا المبادره اللي حاصله في سياسه التعليم دي، ان ولي الامر هيكون لازم الولد فتره طويله في قلب. صحيح. المدرسه، فده هيعمل ان شاء الله جو ايجابي. اكيد دكتوره نحن يعني بنقول كلمه اخيره للاهالي تساعدهم نفسيا، بس لا اقول لهم العبوا يوجا لانه ما حب يلعب يوجا، اقول لهم كلمه شيء بسيطه انه كيف يعملوا له كذا تقولتيها كول داون يعني يهدؤون ويخفضوا امورهم، شو تقولي لهم؟ اوكي ليه بس ما يعملوا يوغا؟ ما حد يروح، ما حد فاضي حق. لا يوغا في البيت. يوغا في البيت مديتيشن اكشلي از فيري جود لهذا الموضوع. نعم.
يعني بكلمة وجيزة لازم يهنا ينبسطوا، ما هيك هالقد يكونوا مضغوطين نفسيا لحتى الاولاد يحسوا انه في شيء حلو جايين مش شيء بعد جايين. اكيد طبعا. ويحافظوا على هيك على الهدوء وعلى السلام بالبيت، هذا الشيء بيخليهم اكثر شيء حاضرين لهالمرحله. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه دكتور. اكيد نحن نوجه اكيد انه الاهالي لابد يتعاملوا مع الامر على انه هذا هو بناء المستقبل، فنحن لازم نزرع في نفوس ابنائنا بعض الامور اللي تشجعهم على ان انت ذاهب الى مستقبلك. نعم. الى حياتك. إيه. الى ما عندما لم نكون نحن متواجدين سيكون هذا هو سلاحك اللي موجود في ايدك. كل الشكر لكم مشاهدينا، كل الشكر طبعا للدكتور محمد مصطفى مستشار تعليم وتعلم وخبير تربوي، وايضا كانت معنا الدكتوره شكر لها ساره النابلسي وهي اخصائيه نفسيه في مركز الطب النفساني ومركز العلاج، وشكرا لكم للمتابعه. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد مشاهدينا في فقرتنا الجديدة في الموسم الجديد واللي تعني بالفن بامتياز، اسمها هلا بالخميس. طبعا ضيفتنا اليوم اكيد ضيفه متميزه، يمكن مشاهدينا يعني نعرف بان الموهبه لما تكتشف من وقت مبكر اكيد يكون لها دور في ان الواحد ممكن يصقلها او يوظفها في المكان الصحيح، ويعني اذا احيانا ممكن الواحد يكتشفها لكن ممكن ايضا ما يوظفها في المكان الصحيح، لكن ضيفتنا اليوم اكيد يعني وظفت موهبتها واكتشفتها مبكرا ايضا وشقت طريقها نحو النجوميه وصناعه حلمها. اكيد خلونا نرحب مع بعض بالنجمه نرمين وهبه. يا مرحبا بك حبيبه قلبي، مساكم مساء المشاهدين. اكيد مساك نور ان شاء الله. اكيد طبعا يوم الخميس طبعا الناس تحب انها تختم، فنحن نختم برنامجنا بطله جميله ان شاء الله وبصوت عاد. الله يحفظك يا رب. طبعا الموهبه يعني ذكرت رشا بانها لا توجد بالصدفه. صحيح. كيف لا توجد بالصدفه؟ خبرينا عن هاي الصدفه. هلا من زمان يعني دائما نحن من وقت ما كنا صغار يعني بالمدرسه فبنعمل حفلات المدارس وكذا. فتغنون؟ ايوه. نحن كنا ننشذ. انتوا غير يعني وضعكم يختلف عن وضعنا. طيب بجوز ما سمعتك بس بجوز. فكنا نشارك بحفلات المدارس وكذا ووقفنا عن هذا الموضوع. انا بالنسبه لي وقفت عن هذا الموضوع، ف يعني دغري بطريق الدراسه وكملت دراستي وهيك. جميل. بعدين لما كبرت رديت رجعت لهذا الشيء لانه موجود بالداخل يعني. نعم. حد اكتشف يعني من اهلك؟ حد يعني عرف ان هذه الموهبه موجوده عندك ولا؟ هو اهلي بيعرفوا. آه. اكيد بس ما صار في تشجيع يعني من البدايه. لا اكيد كالعاده. ايوه بالضبط. بس فيما بعد لا اكيد صار في اقتناع. التشجيع وين كان؟ كان في سوريا ان شاء الله تعود بخير ولا؟ نعم. كان في سوريا. نعم اكيد. لكن كانت اتاحت لك الفرصه هناك في سوريا بانك تسوين شيء ولا؟ ما سويت شيء خاص. بس كنت اطلع حفلات يعني. نعم. اوكي. ونعرف اسم نرمين بدمشق يعني بدمشق تحديدا مع الصوت ان شاء الله اللي بيطلع المشاهدين اكيد. اكيد لابد ان نعرف. طيب خلينا نسمع شيء. طيب حاضرين يعني للمشاهدين ونحن نستطرب فيه في هذا اليوم. حاضر. شو بتسمعينا اول شيء؟ اسمعك اغنيه لست وردي الله يرحمها. الله يرحمها. عندي إيمان أكيد إنك أنت الوحيد اللي لا استغنى عنه ولا عش لو كان بعيد. هي الأزهار بتحيا أبدا من غير غصون ولا الألحان بتشجي من غير نغم حنون. هي الأزهار بتحيا أبدا من غير غصون ولا الألحان بتشجي من غير نغم حنون. أنا زيهم يا روحي قولوا لن تمكون تهون الروح عليا ولا يمكن يوم تهون. وفي كل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير
بحس انك عليا وفرحتي واماني مخلوق في الدنيا ليا، مخلوق في الدنيا ليا مش لحد تاني. شعوري ناحيتك. الله ما شاء الله. طبعا الله يعني بدايه كيف هذا كله مكتشف يعني مش عارفه لا هو كشف بس هي كانت مؤخرة الموضوع متأخر شويه نعم. يعني البدايه مباشره مع عملاقه من عمالقه الغناء العربي الله يرحم الفنانه طبعا وردة الجزائري. فبالتالي طيب اذا هاي ثقه صعب ان تتواجد الثقه عند حد انه يغني مباشره الى فنانين كبار، او انت تربيتي على الغناء لهم من وقت حتى لما كنت بالمدرسة ما كنت غني لمين ما كان. نعم. دائما حب الزمن الجميل. جميل. دائما. بالضبط. نعم. دائما ولما كبرت كمان كبرت على هذا الموضوع. مو معناها إنه بالبيت كنا نسمع هيك لا، بس أنا حبهم بيني وبين حالي. نعم. يعني. لما كبرت كمان نفس الموضوع وضليت وفي كتير قالوا لي طيب خلص يعني بل على الطرب وكذا. ما قدرت اني اغير انا بلاقي حالي هاي مشكله اللي ما يبون طرب يبون بس يعني غنى وخامت صوتك يعني يمكن ساعدتك بالضبط ما بيلبق له شو ما كان يعني طبعا نحن بنخبر مشاهدين بانك انت يعني خريجه برنامج غنائي مميز ذا فويس ووصلتي فيها لمراحل متقدمه يمكن البرنامج ويمكن ناس عرفتش بعدها اكيد اكثر واكثر خلينا شوي يعني نتعرف عن برامج المواهب هذه كيف ممكن فعلا تكون بدايه للفنان وتساعده على انه فعلا يعني شق طريقه في النجوميه انا قدمت على الموسم هاي اللي مضى يعني هذا حبيت اني اوصل للناس بشكل اسرع بس للاسف ما يعني لم انصف الحقيقه يعني كنت حابه اني انا ضل اكثر يحبوني الناس اكثر يسمعوني اكثر بس ما حلفني الحظ بس اظن يعني وصولك يمكن للبرنامج يعني نجاح. يكفي اعتقد نعم اي برامج من هذه تنشر يعني بس كان نفسي ضل اكثر من هيك يعني الطمع اكيد الطمع هي بالمحبة الناس لا يعني. هي مش طمع هي ثقه يعني كل شخص يعرف قدرته ويعرف انه فعلا في ميزانه هو طبعا انه لا وجوده لابد انه يكون ويكون في ثقه انه لا انا ما بطلع ولكن يفاجئ يعني فتي هذه في يعني من الاخر من جمهور معين يكون يعلو جمهور لدوله معينه لفنان معين على جمهور فنان ثاني فانا ما اعتقد ان هي 100% هو الفائز هو فعلا منصف يعني او من الجميع ولكن كلهم فعلا اصحاب اصوات جميله والناس طبعا ذواقه اكيد طيب غير البرامج الان في الامارات خبرينا عن رحلتك في الامارات رحلتي بالامارات اول شيء الامارات بلدي الثاني وسعيده جدا بوجودي معكم الله يحفظك حواليكم وانا حاليا عم بشتغل الحقيقه وسعيده بشغلي يعني مدام حسن ما شاء الله عليه ما يقصر كل يوم كل مره يجيب لنا يفاجئنا ب يعني ممتازين طيب كيف بديتي بعد البرنامج يعني شو هي اول الاعمال اللي اخذتيها او يعني بديتي فيها بعد ما طلعت من البرنامج وعرفت الجمهور يعني في اغنيه عملت لها تجديد للمرحوم الفنان الكبير اكيد نهاد طربي اسمها مشوار الحياه نزلت اكيد على السوشيال ميديا يعني مو مثل ما انا بدي يعني بس انه اوكي مشان ما يقولوا انه نيرمين خلص يعني. غابت بالضبط نعم ما في حدا داعم ما في حدا دائما عم يعطيني بوش لا انا كله انا نعم. هذا الشيء انا غير قادره عليه على الاقل حاليا نعم. اكيد محتاجه طيب. يعني الى شركات وداعمين محتاج الدعم هو طبعاً. الفن بشكل عام اصبح بحاجه للدعم قبل يمكن كان الشخص يخرج يتميز مباشره ولكن مع التواصل الاجتماعي والنزول شويه في مستوى السمعي عند كثير من الناس اللي يشوفون اي شيء يستانسون عليه ويبتعدون عن الطرب يمكن هاي اثرت بشكل كبير سامحني صار في كميه هائله نعم. يعني من الفنانين رح اقول فنانين اللي منشارات اللي ينشذون ويطلعون بس اسامحني انا بعتذر وطبعا كل الاحترام وانا ما لازم اني انا اقيم حدا بس صاروا كثار اكيد كان قبل غير وضع لا تخافين انا ما بغني ما بغني بس بالنهايه الزين يفرض نفسه يا عيوني الله عليك اللي يستمر طبعا وايضا يستمر الخليجي شو رايك رشا؟ في شيء خليجي يلفت نظرك في تغني تغني الخليجي طبعا نعم طيب سمعينا شيء طيب حنقول شيء لل يلا أستاذ حسين الجسمي مثلاً جميل. الله يلا أنا كل ما نويت أنساك
بك الذكرى ترجعني ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا ندرن علي أبقى أحبك لين يوم الدين فراقك آه يا فراقك كسر قلبي عذبني وأنا ندرن علي أبقى أحبك لين يوم الدين. شوفي شوفي المزيج اعطتها شخصيه الله. اخرى في الاغنيه ما شاء الله عليه صرت انا من لجنه التحكيم الحين مباشره يعطيك العافيه. اليوم يعني نرمين وين تشوفين نفسك وين تصنفين نفسك في الساحه الفنيه؟ ما بقدر اصنف نفسي لا دور الجمهور يعني بالضبط نعم. يعني الكون الحكم للجميع يعني لا يعطيك العافيه لكن هي يمكن تصنيف هنا نتكلم عن في الساحه الفنيه في الطبقات من ناحيه ان الفن صار اكثر من طبقه ففي اي طبقه موجوده زي قلنا خمس طبقات طبقات شو طبقات ما هي احنا قلنا في رقم واحد واثنين هذول تحت ما حد يعرف عنهم بس انا لا ما بقدر انا قيم لا لا ارجوك خلاص شو بتعطيني شو بعطيها من واحد تعطوني طبعا خمسه خمس نجوم خمس نجوم ان شاء الله عايبتني يعني ان شاء الله عليك لاحظنا في حديثك انك شخصيه يمكن شفافه وحساسه جدا واضح انك حساسه جدا لا بس الوضع لا لا صدقيني لا بس الاضاءه الاضاءه دائما هيك خلاص سمحنا اوكي لا لا انت لا فعلا شخصيتك في حساس شخصيه حساسه الفنان لازم يكون حساس لازم يكون حساس صدقني لازم اوكي الفنان بشكل عام كممثل او مطرب او كيف ما كان كمان هو انسان بالنهايه عنده مشاعر واحاسيس وبيزعل وبيرضى وكثير ناس احيانا بتلومني مثلا شبك اليوم طب انا ماني بالمود انا يومي عادي جدا انا انساني فعلا انت عندك بنت ولا ولد عندي صبي صبي ما شاء الله عليه شو العلاقه بينكم وبينه كم عمره ما شاء الله عمره خمس سنوات خمسه خمس سنوات يعني شو بدي خبرك الحمد لله على النعمه الحمد لله رب العالمين الله يحفظك اللي الله بعت لي اياه الله يحفظه يا رب ان شاء الله ولا اثر طبعا الاطفال لهم اثر كبير في حياه الفنان خصوصا لما يكون في هذه الاعمار ايضا الحساسيه شوي تزيد لا 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 يعني هو روحي من الدنيا لا روحي من الدنيا كيف كان يعني انطباعه لما شافك وانت مشاركه في البرنامج بعد البرنامج يا اخي ما بتتخيلي رشا والله العظيم يعني يشوف ماما عم تغني وحافظ الاغاني اللي غنيتها وهيك اشياء يعني. هذا الابن البر الله يرضى الله يحفظه يا رب في مجالات اللغات ايه مثل يعني اللهجات هي طبعا اللهجات العربيه كثيره من مصر من سوريا من الامارات والخليج ايضا حتى في الخليج تختلف بعض اللهجات وفي لهجات المغرب العربي وايضا نحن نروح على السودان وغيره شو اكثر من الاغاني اللي تلفت نظرك وفعلا تحبين تغني لها حتى لبنان على اساس مخرج ما يزعل والله انا موضوع اللهجات ما عندي مشكله فيها المهم تكون الاغنيه حلوه ومثل ما انا بحب يعني تكون في هيك اوكي شو فما عندي مشكله بالله. طيب مخرجنا يبغى اغنيه لفيروز من صوتك رجعين يا هوا رجعين يا زهرة المساكين رجعين يا هوى على دار الهوى على دار الهوى رجعين الله الله بس ها كنت بسمع عصفور طلم الشباك صح في اغنية شي صح؟ في بس ما انا مو صعبه شوي لا مش حافظتها لا مش حافظتها شو الاغنيه مخرجنا عصفور طلم الشباك
ألو يا لولو. أنا كلها أقولها أنا والله طول حياتي أعرفها يا لولو، ما أعرف يا لولو. يمكن يا لولو وأنا الصغير أو شيء شغلي. طيب نتكلم شوي عن تفاعلك مع وسائل التواصل الاجتماعي وتأثير يعني وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار الفنان في الآونة الأخيرة. يعني يمكن الآن ما عاد الفنان بحاجة إلى فعلا الشركات يعني أو مسألة يعني الإنتاج وهذه الأشياء كلها، فضل توفر يعني القنوات الشخصية للفنانين. فكيف تستفيدين من وجودك يعني على السوشيال ميديا في نشر ويعني تعريف الناس بموهبتك؟ أنا دائما بنزل على الانستغرام، على الفيسبوك، احيانا على سناب شات، مع العلم انه هو اللي صار اخذ اكثر شيء يعني، بس ما عندي اليوميات اللي هي ممكن يهتم فيها المتابع يعني. ممكن صور حفله، ممكن صور لقاء مثلا، بس غير شيء يعني. هلا المتابعين شو حيستفيدوا اذا انت طبخت بالبيت او احيانا لما يحبون شخص يحبون جدا يعني يتابعون يومياته، يبون الطبخه مع الدندنه. يعني بحس انه لا، يمكن هن بحاجه شيء أزبط من هيك، أحلى من هيك، غني لهم يستفيدوا. ممكن أكيد بغني لهم. ومن بعد البرنامج الحقيقة زادوا متابعيني شوي، سعيدة فيهم كثير، بحبهم كثير. موجود على اليوتيوب. حسان شو قاعد يسوي؟ حسان هي موجود. حسان شو قاعد يسوي؟ حسام. هي حسام شو قاعد يسوي هلا؟ هي. ما بعرف. ها لا يعني انت مع شخصيه ما شاء الله يعني معروفه في الوسط وما شاء الله عندها قدرات ومعارف كثيرين يعني. انا تركت الحكي. حسام لازم يسوي له حل طبعا. حسام مشاهدينا هو شخص من الاعزاء على قناه الضفره، واللي دائما يزودنا بالفنانين الطيبين من كافه انحاء الدول العربيه. الله يخليك، شرف والله. اكيد طبعا. يعني بنرد وبنتكلم، انت قلتي في لقاء او في حفله او في غيره، ما تعتبرين هذا في خضم التواصل الاجتماعي الكبير والمجهودات الجباره اللي سووها كثير من الفنانين تكاسل منك، او انت بحاجه دائما لشخص يكون يعني في هذا المجال هو يشكل لك اياه بشكل صحيح، تبين تطلعين صح؟ صح، هو حق معك. نعم. بس انا عم بعمل اللي انا بقدر عليه. نعم. التقصير صدقني مو مني، والله مو مني، انا عم حاول يعني. انا طبعا بتشكر حسام لانه هو كان السبب اني انا اجيت. الله يحفظك. وطب ما في حدا، ما في حدا حوالي عم يعني يساعدني بصراحة. يعني التقصير أبدا مو مني، أنا جاهزة لأي شغل، لأي حفلة، لأي شيء. طبعا يكون أكيد مو أي شيء يعني. أكيد طبعا. لا أكيد أكيد مع الطرب أكيد. الأغاني السريعة ما أخذتي شيء فيها قبل؟ لا بغني بحكم أنا عملي يعني، فبغني جميع الأذواق، بس أنا اللي أنا بميل إله طربي شوي. اللي هو الطرب. لا تحكرين على الطربي شوي، لأن في أغاني سريعة ولكنها طربية وجميلة. لا لا طبعا طبعا، عشان ما نوقف إحنا السوق. لا 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 تفضلي. طبعا. طيب سمعينا شيء طربي بما أنك تحبين. على كيفك بدي غني هالمرة؟ أيوة. على كيفي أنا. أحب شيرين، إذا حافظة شيء لشيرين بس هيك. بدك شيء قديم ولا جديد؟ أنا شيرين جديد طبعاً، أنا من الجيل الجديد. اللي تبينه أنت. يلا على كيفك. بدك واحدة فرحية شويتي. طيب. يقول صباح. خلاص هادي خلاص. يقول صباح فخري إذا حافظ الشيء. أكيد صباح فخري حافظة أكيد، الأستاذ الكبير. طيب بس بده صباح فخري، بده موسيقى وبده جو خاص. طيب. طيب شو تحبين؟ إيه ياني غرامك وعداني، إيه ياني فريدي ولا رجالي، ليه فكر ان الدنيا فوضك ملهاش ولا قبلك ولا بعدك، انا بيك من غيرك مش فارقه، قدامك اهو لسه بغني. اه يا ليل اه يا ليل اه يا ليلي 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 يا ليلي يا ليل. الله. والله ناقصنا فعلا الادوات. طيب بنتكلم مثلا عن يعني انت كنتي في فريق احلام في ذا فويس، يعني فنانتنا الكبيره الاماراتيه احلام، نبى نعرف يعني دعم الفنان الكبير يمكن للفنانين المبتدئين او اللي بعدهم ظاهرين على الساحه، ايش كثر هذا الشيء ساعدك؟ يعني وجودك مع فريق احلام، دعم احلام، ملاحظات احلام لك يعني في اثناء البرنامج، كلمينا عن هذا الشيء يمكن شوي. هلا مع احترامي طبعا لست احلام وبوجه لها تحيه كثير كبيره من خلال قناتكم الحلوه، بس ست احلام نحن ما شفناها كثير يعني. كانت في البدايات فقط. ما شفناها، ف ما فيني اقول لك لا دعم ولا اي شيء من هذا الشيء.
طيب في اذا عدنا مره ثانيه الى واقع الحال في العالم العربي والتوزيع الموسيقي وغيره وغيره، انا اشوف انه ايضا يمكن الجولات والصولات في الدول الخارجيه يعني العربيه سواء كانت او اجنبيه ممكن ترافق الفنان في لحظات جميله تنعكس للجمهور من خلال وجوده في مكان جميل والغناء فيه، او ايضا وجوده في برامج مختلفه من ناحيه التواجد الجولات الواسع كجولات. نعم. هل حاولتي على جولات او شيء من هذا القبيل او أبداً. في شيء يربطك؟ ما في شيء يربطني ابدا. بس كمان ما في فرص. لكن لا، هل انت سعيتي الى فرص او شيء من يعني لابد اكيد في برامج كثيره موجوده ولكن لابد الواحد يتواجد في هذا الوسط حتى يستطيع الدخول. مثل شو عفوا؟ في كثير من الفنانين حتى هم يخترعون من خلال الموبايل فقط، يعني الهاتف المتحرك هو اصبح الان هو كاميرا وعدسه وكل شيء موجوده فيه. صحيح. وبالتالي ممكن من خلاله ان نحن ننتج برنامجنا الخاص. لا مش لازم انه يكون غنائي، عرفتي على كيف؟ ولكن يعني مرافقه الغناء حتى يتعرف عليه الجمهور بشكل اكبر. يمكن بهي النقطه معك حق، في تقصير من ناحيتي، اما غير هيك لا ما فكرت بصراحه. وشكرا انك اعطيتني هي الفكره. والله فتح لي يعني حاعملها. لابد، وانت في الامارات سبع امارات عندك، عندك بر وبحر وجبل وعندك يعني الحضاره وكل شيء موجود، يعني في في اي مكان في ابو ظبي او في دبي من المناطق الحضاريه الكبيره هاي، يعني تعطيكي ما شاء الله زخم جدا كبير. انا بالنسبه لهي الشغله قصرت وبوعدك اني انا اعملها مثل الاسبوع الجاي. خلاص بناخذ ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نتكلم شوي عن يعني العصر الجديد والجيل الجديد والهبات الجديده، يمكن الاغنيه السريعه والأغنية اللي مغناة بإفيهات يمكن معينة، يمكن هي الأغنية الأسرع انتشارا في الوقت الحالي. هل تفكرين ممكن تعملين أغنية بطلب حسب طلب الجيل الجديد والجمهور تكون سريعة؟ فكر، ما عندي مشكلة. قبل شوي أخي الكريم قال في أغاني سريعة بس فيها طرب، وأنا هذا اللي عم دور عليه. أنا ما فيني أغني شو ما كان، يلا صفي كلام وغني. لا، في شريحة من الناس مع كل الاحترام لحقين هي الموجة، بس أنا ما بقدر يعني لا أنا كستايل نرمين ولا كصوت بيلبق له هذا الشيء. وبالنهاية لا يصح إلا الصحيح، وأنا ناطرة. أكيد لا أكيد طبعا، أنت يعني موجهة نفسك لطريق أكيد جميل. ما نغني في السينما ما يقدرون يغنون فيها سينما؟ يعني احنا في 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 انا في سوريا كنا موجودين في قاعه، انا هي مثل السينما ولكن استخدامها جدا رائع يعني للمشاهد. فهل هذه هاي افكار ما في طلعت مثلا الشباب عندكم انه يسوون مثل هذه الامور من حفلات في قاعات سينما لانها مجهزه في ستيج؟ لانها مجهزه اكيد. نعم. صحيح. ما انتم كفنانين اجتمعوا يعني ما في تقدرون تجتمعون تقررون وتطلعون في شيء من هذا القبيل؟ ما سبقوا مثلا لا يعني. انت عندك كل فكره والله العظيم. انت شكلك كنت سابق في وسط الفيلم يعني. نقعد بعد شوي مع بعض شيء. لابد انه شوي نحن اكيد نحن سعداء اكيد بتواجد معنا. اكيد بوجودك معنا اليوم وصوت جميل طبعا وطلع رائعه، ونتمنى ان شاء الله دائما في المستقبل نحن نشوفك في اكبر صالات يعني الغناء والمسارح في دوله الامارات وغير دوله الامارات. نحن بنختم بنودع جمهورنا، ولكن الختام بيكون نهاية مع الجمهور بصوتك الجميل بإذن الله. مشاهدينا الكرام نحن أكيد يعني مع نرمين وهبة اليوم نختم فقراتنا من مساء الإمارات، وبنشوفكم أكيد يوم الأحد بإذن الله. شكرا لمتابعتكم. خليني أشكر كمان أشكركم شكرا جزيلا، وطبعا بشكر المتابعين أكيد. هل إيه بيسألوني عنك يا نور عيوني، ما أقولك بحبك أكتر من نفسي، ليه 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 حقيقي حيروني في الرد وغلبوني، وحقيقي حيروني في الرد وغلبوني، عندي الأسباب كتيره